اهلا بكم في حلقه جديده مع الوكاله موتورز. مع الوكاله موتورز مش هتحتاج ان انت تنزل في معارض او تنزل في الشارع تشتري عربيه. مع الوكاله موتورز سيارتك هتجيلك لحد عندك، هتناسب جميع الفئات وجميع اسعارك، على قد جيبك هتلاقي عربيتك. معانا عربيات من اوطى سعر لاعلى سعر، ومعانا عربيات هتناسب جميع الفئات. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل يوم عرض جديد مع الوكاله موتورز. عربيه باسات 2007، السحب بتاعها تمام، عندك الموتور بتاعها 1600، حاله 00، رشه كلها بره ما عدا السقف، رشه كلها نظافه من اصحابها من الزيرو، الصيانه بتاعتها توكيل لحد اخر كوالي فيها، اخر 10000 كيلو كانت طالعه كلها من التوكيل، الرشه بتاعها كله في التوكيل. عربيه ثبات، عربيه سوبر اكشن، فيها كل المميزات اللي تعجبها. 2007 مش هتلاقي نفس الحاله دي فيها كمان العربيه بتاعتها معاها، كل صيانه التوكيل بتاعتها معاها، الفرش بتاعها كله من زيرو، ما فيهاش اي جرام بيضه داخل، الثبات بتاعها مش هتلاقيه في اي عربيه تانية. مميزات العربيه الثبات بتاعها، طبعا انت عارف ان موضوع العربيه الباسات اللي مميزات بتاعتها الثبات بتاعها على الطريق، وانتوا عباره عن الالماني معروف معنى صح في الثبات بتاعه، التكييف بتاعها كله فابريكا بسم الله ما شاء الله يعني عليها. معاها كمان الصيانه بتاعتها كلها في التوكيل، كل الصيانات بتاعتها كلها في التوكيل لحد اخر كيلو. السعر بتاعها ب 160 ألف جنيه.